دعت جمعية هنري جاكسون البريطانية في تقرير لها، دعت الحكومة البريطانية لتوسيع علاقاتها مع دول الخليج وخلق المزيد من المبادرات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتعزيز أمنها ومكانتها ومحاربة التطرف والإرهاب. وأضاف التقرير أنه يجب على المملكة المتحدة دعم مشاريع التحديث في الخليج مثل رؤية 2030 في السعودية التي تتحدى الأيديولوجية المتطرفة في المنطقة.